في مركزه في اي مكان بيكون موجود فيه في الملعب بيكون المنافسه صعبه. وضعك في الجزائر مختلف، وضعك في مالي مختلف، لكن وضعك في النادي الاهلي في كل مركز لازم يكون في افضل لعيبه موجوده. عايز اعرف يعني، او انت شايف انطباعك او وجهه نظرك في المنافسه على مركزك في النادي الاهلي هيكون عامل ازاي؟ وهل انت عامل حساب ان اللعب في النادي الاهلي مش هيكون سهل ومحتاج شغل كتير جوه الملعب؟ Ouais, jouer d'abord, jouer d'abord dans les plus grands clubs en Afrique. طبعا انا لعبت في مالي في الفريق اللي خرجت منه وكان في منافسه، بعد كده انتقلت الى نادي مولوديه في الجزائر وهو احد اكبر الانديه الجزائريه وكان في منافسه، فبالطبع انا متوقع ان يكون في منافسه لما هلعب دلوقتي في اكبر نادي في افريقيا، فاكيد هيبقى في منافسه اكبر، منافسه محتاجه ان الواحد يحارب عشانها. انا جاهز جدا ان انا احارب في الملعب عشان اخد مكان والعب في مركزي. لسه مكملين.